نكمل على الشرح هذه. هني طبعا اقدر اني انا اغير لونه. هني الداتا اقدر احط اي داتا، هني يبين لي البريمير اللي دف، اقدر استخدمه باي شيء. هني الميديا اقدر اني انا اضيف فيديو، طبعا هني اضيف اللينك مال الفيديو. نضيف بلانك، نشوف انسرت فيديو، اسوي لصق، هني نشوف كنترول بار، هني اوتو بلاي، هني نشوف متى بالدقايق والثواني. لود اذا ابي يشتغل على طول نجرب. هني عدلناه، ونحط هني بريفيو، هني يشتغل معانا. نقدر نحط اوديو، نقدر نسجل صوت. اذا انا عندي مثلا شرح درس اقدر اسجل صوتي، وهني اي لينك اونلاين اقدر احطه اني حق الثيم كولر. طبعا نرجع حق السلايدات، اقدر مثلا اغير الألوان اللي أنا أبيهم. الديفولت يرجع مرة ثانية نفس ما هو، والماي فايل أي فايل أكون أنا مسيفته. هني أقدر أني أنا أسيفه أو أني أتراجع عن أي شغلة سويتها. هني عندي اي مشكلة، عندي الـ presentation tutorial، عندي الـ help topics، وعندي الـ video tutorial، وهني الـ unlimited project هذه هم حق المدفوع. هني اقدر ارجع مرة ثانية حق الصفحة الرئيسية مالتي، هني اعدل السايز، هني اي option عندي الاوتو سيف وانا قاعد اشتغل يسيف على طول. هني اي ليست موجود عندي، ببلش سيتنج، برزنتيشن نوت، ماي اكاونت، وساين اوت. هني اقدر انا مثل ما شغلنا اقدر اشغل السلايدات. هني شير اقدر طبعا هني اول شيء شير اونلاين، يبين لي إذا أنا أبي publish for web، إذا أنا share private. طبعا هذه تفيد حق اللي مشتركين من 3 وفوق، اللي يكون بينهم الفيديوهات أو بينهم أي شيء يخص هذا الموقع. وهني إذا أنا أبي الرابط نفسه أبي أنسخه، نشوف هني publish اسم البروجكت
هني إذا أبي أضيف أي كلمة، أي شرح أبي أضيفه. عقب ما أخلص أحط الببلشت، هني عاد يطلع لي أنا وين أبي أدزه، أبي حق الفيسبوك، أبي حق البرامج، أي برامج أبيها. هني أطرش إيميل مثلا، هني أحط إيميلي، هني إيميلي بطرش حق نفسي، وأحط هني I'm not a robot، وأحط إرسال. إذا هني بدز حق أكمل حق الفيسبوك أو تويتر أو مور، نروح حق الإيميل. أسوي بس رفرش حق الصفحة. هني وصلني الإيميل، أشوف شو اللي وصلني. هني اندز لي كل شيء. أرجع مرة ثانية حق البرنامج. أرجع أدخل مرة ثانية. طبعا هني يوم دزيت امسحه. هني قلنا اذا اقدر اسيفه او شيء. هني باك تو داشبورد، ارجع حق صفحتي الرئيسيه، وهني تسيف عندي. طبعا أقدر أشوفه، أقدر أزيد عليه، أقدر أسميه مرة ثانية، أنسخه، دوبليكيت العنوان ماله، الشير البروجكت، الأناليزد، الديليت. هني أنا مسوية بروجكت. كإحصائية طبعا هني عندنا هذول المفاتيح، اني اقدر اكبر اللي انا قاعد اشتغل فيه. واقدر اعدل عليه. هني انا مسوية احصائية. وراح نسوي إحصائية ثانية علشان نشوف شلون طريقتها. الحين نسوي إحصائية سريعة، كرييت.
دوكيمنت واختار السيرفي، انزل تحت اشوف اي سيرفي انا ابي. طبعا هني المدفوع انا اخترت هذا، طبعا نقدر نكبره مثل ما قلت. هني اقدر اغير اي شيء انا ابي، ضغط على الدائرة نفسها راح تطلع لي النسب اللي انا ابيها. مثلا اقدر اغير الاسم هني، الكويت، هني اقدر اقول السعودية، هني البحرين. أقدر أغير داش ثاني، عمان، وأحط له لون من اللي أنا أبيهم. مثلا نقول أزرق. هني نحط النسب اللي نبيها، مثلا 30، 40، 20، 10. هني تطلع لي أي نسب أنا أبيها. أقدر أختار الأشكال إذا بغير الشكل، طبعا مع تغييرات بسيطة. أقدر أسوي لها أبلود، طلعت هي كذي. هني نقدر نغير مثلا نكتب إحصائيات، السفر هم نرد نكبرها ونغير اللون. نقدر هني نشيل هذا وتصير لنا إحصائية. طبعا الباك جراوند أقدر أنا أغيره باللي أبي عشان يكون واضح أكثر. هني نقول ريموف، هني مثلا نحط الرمادي وتغير ويانا. طبعا نقدر نسيفها، نقدر نطرشها حق أي شخص، ونقدر نسوي له داونلود على سطح المكتب. الحين لما نرجع مرة ثانية حق الداشبورد، يبين لي اللي أنا اشتغلت.